عندنا يعني بالفيسبوك وبتويتر اختي قاعده تناشبني نطري والله لو اريد خلي ارد البيت تقولي لهم كشة ها كاتبه طبعا عندنا عضو قاعد يقول ان موقع كول كويتي سوى دوره كره قدم شوفوا يعني ما بس مو بس راح حق الفنان وكذي كشيء ترفيهي وهالشيء ينحسب حق الموقع نفسه اختي قاعد تقول انا بعد مشتركه خوش منتدى وجربت امسك اشراف وكل شيء كان منظم يعني كانت مشرفه اختك اي كانت مشرفه بالموقع انزين عندنا شلون جت لكم فكره ان انتوا هم تسوون شيء حق اعضائكم كشيء ترفيهي وسويتوا شيء حق البنات ولا كله حق الشباب سوينا دوره كره قدم حق الشباب ومره حجزنا سينما قاعه كامله حق الاعضاء سينما يعني كفتكم 360 زين ومنو اللي كان متكفل بالمصاريف يعني انتوا نفس اوبرا مسوين شلون اوبرا كذي مدلعه الضيوف ها انتوا دلعتوا اعضاءكم هذا شيء وايد حلو شوفوا احنا حجزنا القاعة سينما 300 كرسي لان احنا عندنا ناس عندها مليارات تقول له شيء يروح يسوي له فنادق واشياء برا بالكويت دينار يقول لك انا ما عندي بس يكسرون كراسي عندنا السينما 300 كرسي 300 كرسي يعني وانت اعضائك ما شاء الله فوق ال 300000 يعني اكيد في احد مريض اكيد في احد دكتور ما رضى اللي يقول لكم 1000 اكيد والله ما اتوقع يعني كانترنت ودعوه عامه يعني قلت تقريبا تكفي يكون يزيد انا قلت اتذكر كان الفيلم الساعه 8 قلت اللي يبي الكرسي يختار الكرسي اللي يبيه الساعه 6 عبد الله كان موجود 5:30 ولا تذكره عندنا 5:30 ولا تذكره موجودة في سؤال معقولة لأن يحبونكم ولا مال بلاش هذا السؤال اللي هو لأن ولا مال ولا عشان يتعرفون يمكن في ولا بلاش من بعض اي علشان يشوفون في ولا بنفس الوقت يعني انت تخيل مثلا انت بالفيسبوك تروحين تشوفين واحدة مثلا كانت بالفيسبوك وياك تلتقون مع بعض وتروحون من قاعد بالسينما الوضع بالسينما انه كان اعضاء كل كويتي يعني عليكم ولا عليهم؟ لا عليهم بس زين تسوون السؤال هو طبعا عادي مو محرج بس يعني لازم تجاوب الاعضاء اللي بس إيه لازم يجاوب الاعضاء اللي يو اكثرهم من الاناث ام الذكور؟ اي عوايد والله هذا مو عوايد انا هذا يعني هذا الصج ان كلهم عوايد يعني واحد جاي مع مرته وعياله والله صارت صج؟ على الباكر بنضم بال انزين ما شاء الله هالاعضاء هذا كلهم شلون تحكمون فيهم؟ يعني فرضا انا فرضا انا عضو مثلا لمنتدى كول كويتي ورحت جبت مثلا امي وياي وهي مو عضو هي مو كول كويتي شلون تعرفون؟ ايش دراك؟ مو الا دعوه مو حق دعوه عامه كانت يعني عشان كان الموقع كان كم سنين ايه يعني هذا ما سبق يعني مو عشان لازم تكون عضو عشان زين الحين راح تسويها ثاني مره هذه يعني شنو الاشياء اللي مستقبل راح تسوونها؟ حز مدينه ترفيهيه يوم لا 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 راح اسكره اكوا بارك اكوا بارك حق الصيف احنا السينما نحدد ان شاء الله بس ناظرين يعني نقول فيلم يعني كويتي يسوى يعني يسوى مو يسوى يعني في افلام كويتيه زين وغير هذا عندنا معرض ان شاء الله 10/3 مع مستشفى سبونسر معرض الكويت افتخر 2012 ايوه وشغال على المسلسلات حق رمضان الجاي ان شاء الله حلو بس ما قلت لي شلون تحكمون بالجروب؟ الجروب يعني عندي تقريبا 150 شخص يتحكم الموقع يعني تقريبا كل 100 شيء مشرفين ومراقبين وانا في اداره يعني زين يعتبر عبد الله من المراقبين الاوائل بال بال بالمنتدى ولا هو يعني اكيد يعني ما يبي يتابعوهم كلهم طبعا كلكم حبايبنا وفوق راسنا المراقبين والمشرفين بس يعني فيصل ما اختار العبد الا العبد انه اكيد اول شيء اقرب شخص حقه وبنفس الوقت انه هو اكيد يكون اللي تحته على طول يعني من المراقبين المسؤولين عن الموضوع يعني هو في مراقبين صبيان وبنات اوكي فعبد الله خلق صريح يعني اكثر واحد امون عليه انزين فقلت له تعال هذا دقيت عليه في معي اوكي يلا لان البنت ممكن تقول لك انا مو فاضيه راح اسوي حبتين وهذا فيعني زين عندي سؤال لكم انتم الاثنين عبد الله وفيصل ايش رايكم بشركه الانترنت الحين شركات الانترنت؟ شركات الانترنت اغلبها ما عندها خبره يعني اتذكر اول ما اخذت هوستنج عادي اول 6 شهور عايش مرتاح عندهم حاشني هيكل مسح الباك اب كله اوف لقيت على الشركه عندكم باك اب لا ما عندهم زين شغلك فبلشت من اول وتريد تعيد من اول قبل كنت باخذ باك اب يعطونك بدون باك اب بدون شيء بدون صيانه بدون اي شيء اوفر لهم ايوه بعدين شوي شوي الحين اخذ لي سيرفر خاص فيني والحمد لله الحين انا عندي نفس شركه انترنت استضيف المواقع يعني مواقع يسجلون على السيرفر اللي خاص فيك انت يعني منه ارخص يعني ما عندي لا ايجار محل ولا شيء واسرع
اسرع هو لازم يكون سريع حيل مو سريع عادي اللي سريع الايفون ولا سريع اللابتوب بالبيت الواي فاي صح لانه في داونلود ابلود اي لانه قاعد يقول لك كم عضو وكم صوره وكم بلوه فيه فيبي له شيء سريع هذا غير الاغاني كل شوي يطفي يعني كل شوي كل خمس دقائق طفى صح وتشوف العائله كلها تقعد بالصاله اذا طفى اللابتوب والواي فاي فيصل اكيد وايد فنانين انا شفتهم تو مسوي لهم تغطيه ما راح اسالك الحين على الجوائز هذه بسألك عن الفنانين لو سويتوا لهم تغطية وعرضتوا الصور بالموقع وشافتهم فنانة ولا فنان قال شنو هذه الصورة اللي حاط ليها مو عاجبتني يعني فوق ما انت صورته يا قال لك انها او انت تستشيرهم قبل لا تنزل لا الحمد لله ما صار غير الصورة معنا. ولا مثلا صار هذا كلام صحة يعني هذا شيء يعني شيء خاص فيه ما يبيع راحته يعني مو لزوم يعني ما هو توري الصور اللي ايه. تعرضها يعني راوي ادش على تويتر او فيسبوك او موقع يدش عليه شاف الصوره ما عجبته هذا التليفون واحد امسح الصوره بس لا ما تراوي انه قز يعني نواف مثلا ان الصوره انت خذيتها وقبل لا تمشي تقول له ترى مثلا يا فلان عشان تكون هو على بينه لان انت اساسا ما راح تخترع الذره بالصوره لان هي هذه الصوره اللي انت خذيتها اللهم ان انت ترد تنزلها على الكمبيوتر ممكن تسوي لها فلتره ممكن هذا بس تضبطها تاخذ رايه تقول له مثلا ها ايش رايك شنو هذه ولا هذه ولا هذه شيء او انه خلاص هم يضمنون ان كل كويتي ان صوره يعني راح تطلع توب cool. فما له داعي إيه؟ مرات اذا يعني اذا في وقت فاضي هذا اساله ها ايش صوره تبي؟ يعني في مرات يعني في ناس مثلا يمنون عليك ما يقتنع الصوره اه دائما انا وظيفتي مصور احب الصوره هذه وهو ما يحب الصوره هذه صح تصير وايد كل واحد على حسب الاراء اقول ترى صوره حلوه اوكي اقتنع اوكي حطيت انزين نرجع على الجوائز ما يخالفني نرجع على الجوائز انا بسال الجوائز هذا انا سمعت انه انت تسوي مهرجانات وهم ياخذون الجوائز صح؟ اول مهرجان هذا سويناه حلو على اي اساس اخترتوا الفنانين؟ هل كان في تصويت او كان تصويت من اعضاء والزوار تصويت مفتوح حتى الاي بي فهذا اول سنه كانت فاز عندنا اكثر من فنان ورحنا كررناها يعني شنو الفئات؟ كان افضل برنامج مسابقات وافضل مسلسل وافضل فنانه افضل فنان. برنامج مسابقات شوجي؟ شوجي 3 انزين مين اللي صوت؟ الاعضاء الزوار اللي بالموقع اوكي افضل مسلسل؟ افضل مسلسل بوكانيم وافضل ام السلم افضل فنان فؤاد علي افضل فنان شاب فؤاد علي وافضل فنانة شابة فاطمة الصفي وهند البلوش شنو كان؟ أفضل فنانة دور أول أوكي وأفضل فنانة أفضل فنانة بعد دور أول هدى حسين يعني هند البلوشي قبل هدى حسين؟ لا كان فئات تقريبا اللي كرمتهم ستة ها؟ ستة أشخاص ما عندكم واسطات وأشياء داخل المنتدى؟ لا كل شيء أونلاين يبين هو ما في واسطات أنه يعني طقين يعني بوت. التصويت على اليسار يكون او على اليمين يعني زيد واحد هامش. واحد يعني مبين يعني لما بيوم وليله يعني من 10 5000 مثلا بتعيدونها تجربه ان شاء الله الحمد لله السنه نجحت فوق ما تصورنا بالعيد ان شاء الله ما شاء الله عليك كلمة حق بس محمد دقيقه عشان في ناس بالفيسبوك منو كلمة حق منو هذا؟ كلمة حق تنقال بحق المنتدى منتدى كل هذا اسمه كلمة حق؟ لا يعني كلمة حق تقال في حق عبالي واحد نكنيمه كلمة حق عندنا دندوش المطيري تقول منتدى كول كويتي وايد نايس وانا من عشاقه وكل ما اشوف صوره مكتوب كول كويتي واضح انه وايد تعبانين عليه والله يوفقكم والله لو اكتب تعبير ما اوفي وعندنا برشلوني عندنا برشلوني قطر كاتب منتدى كول كويتي رائع ومن ابداع الى اكثر ابداع ومن رائع الى اروع منو هذا برشلوني وحاطين صوره المنتدى برشلوني شوفوا لوجو المنتدى الله منو هذا برشلوني 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 حبيتين حبيبي انا بعرف انا للحين مو فاهمه شنو لوجو المنتدى بالضبط لوجو الموقع انزين هو لا جميل اصلا على علم الكويت وفي نوع من الدوائر من هذه حرف السي وحرف الكيو كول كويتي حرف السي الاقوى يعني بس البنات راح يكون هذا اللوجو مالها صباح الخير ان شاء الله هذا اللوجو مالها العبد هني انا عندي سؤال صراحه يعني شي يراودني ويدلدغني ويضحكني ها زين اسمع زين اسمع سؤالي في اكيد عندكم مثلا ناس يدشون بالموقع تصير مثلا انا وبدور مثلا نكره سين من الفنانين انتم حاطين له صور احنا ندش مثلا بنات او هذا نقول مثلا ان هالفنان هذا ويع وما شنو ويبلش عاد الغلط يعني مثلا خمسه يغلطون يسحبون 20 ال 20 يسحبون 100 ال 100 يسحبون 1000 انت هني شو تسوون؟ نحذف الردود بس تحذف الردود واحذرهم اذا عادي انزين اي انت حذر يتسكر الموضوع اعطاك نظام لا مو يتسكر الموضوع يعني مثلا
حذرتهم مثلا انا وبدو يا عمي طح هذا يحذرنا ولا ونوم لا تصير تصير يتسكر الموضوع يتسكر ما يصير في ردود مهما حد يرد مو انت شوف شنو قاعد اتكلم انا لان قبل اذكر قبل يعني انا هذا اللي اعرفه قبل اعرفه انه لما يكون مثلا احد يدش يغلط وهذا المراقب اساسا ما يبين لانه يكون كنا خفي او ممكن يكون مثلا واحد كذي بس يدش على الناس بدون ما يقدر انت كذي صح؟ عادي حذرهم اذا ما انا عندي مشكله ويا فلان على طول اذا ليش تحذر؟ ليش ما حذر؟ يمكن ما يدري شيله قطه برا يمكن ما يدري بقوانين مثلا ما يصير قوانين ما يعرف قوانين مثلا هذه اخلاق ما فيها ان انا ادري ولا انا ما ادري اذا يقول مثلا والله مو عاجبني هالفن لا شتم اي بس هو شتم شتم لان في ناس تشتم يعني ما تنطر تقول مثلا والله لا على طول يعني يا ابن ال وانت طبعا طالع كذي والكل وكلهم قاموا يسوون اي بس عفوا انتم المنتدى مالكم يعني كل كويتي حاطين اشياء حصريه تغطيه مو حاطينها عشان انت تقول رايك انت تحبه ولا ما تحبه اذا تحبه قول احبك اذا ما تحبني قول وي انت تلوع تشبد وسبني وسبها لي فالناس اكيد عارفه كل كويتي حق شنو فاتوقع سالفه التحذير هذه ما لها داعي يعني خلاص انت تشوفه لان اساسا مو واقفه عليه انتم بالعكس لما تحطون موقع وتعبانين عليه وقاعد تقول ونزلته واشي يعني كافي فيفا هي السبونسر مالكم في ناس مو محصله سبونسر كذي يعني فليش التحذير فبس يلا انت عارف اساسا لان اكيد انتم حاطين بالموقع قوانين الموقع او شيء معلومه او اتصل بنا او هذا اللي يحطونه على هامش عرفتوا؟ ايه مكتوب ان اي احد اي غلطه اي اعلان شروط الموقع او شروط التسجيل لما يسجل بعدين يحط صح موافق واحنا نحط صح ما ادري شو السالفه ما تدري شو بقول صوري صح بدش المنتدى ف يعني ودي لو يعني نكسب الناس احنا منها لا نكسب الناس من اي ناحيه يعني اللي داش براسه شر وداش يبي يسب يدش بعضويته انحضرت على طول يدش بعضويه ثانيه هم يسب اي صح اكسب احذره وبالطيبه امشي معه زين يعني انت تتعرضون حق النظام هذا عرفت الغثيث اللي ينطرد باسم يرد يشبك باسم ثاني ما عنده شغل يعني قاعد لكم قاعده حضر اي بي هذا يا اخي اي تاخذ حضر اي بي علشان حضر عضويه بس تويت لنا معلومه ان الاي بي ممكن يتغير عادي غير الجهاز عادي غير الحضر جهاز ثاني الحين قاعد ياخذون اي بي سي دي يجيب جهاز ثاني ما عنده لا لا كي دي زين فيصل ما شاء الله شايفكم في ملايين الصور الحين وعندكم تغطيات خاصة هم بالملايين هم مو بس تغطيات بعد هم عندهم اللي غير مثلا المنتدى العام منتدى النقاشات الهادفة منتدى الصور منتدى هذا في يعني في نفس المنتديات بس اللي متميز فينا عنده قسم الحصريات تكلمون عن السياسة والفنانين لحظة خلقت من السياسة الحين أنا سؤالي ليش ما تسوي لكم مجلة كل كويتي قال سوينا مجلة سوينا مجلة عندنا مجلة الكترونية زين المجلة هل هي شهرية ما يخالف انا ما سمعت منها هل هي شهرية ولا اسبوعية متى تصدر؟ سنوية الكترونية هي لا لا انا قصدي مجلة مطبوعة الحين رجعت حق نفسي انا مجلة مطبوعة يعني شلون ليالينا شلون الجرس هذا بس انتم خاصة لكم اصور فنانين تروحون تغطون مثلا جامعات اجتماعية تكاليف محمد لا مو شرط ما يبي لها تكاليف ما شاء الله عليهم عندهم الحين فيفا راعي كل سنة ثانوية يسوون كل ثانويات الكويت ما ادري اذا الشباب يسوون ولا لا ثانوية يسوون يربك مجلة ثانوية تصير يحطون فيها صور البنات وكذي بس ما اتوقع تكلف لان كانوا كل بمية يمكن الحين انتم تقعدون تقترحون عليهم شيشتوا الناس انا الناس سؤالي. بالفيسبوك قاموا يقترحون لا انا مدارس مدارس الحكومة تقط فلوس بس مدارس الانجلش سكول عشان هم هاي كلاس ما يقطون فلوس ببلاش اسرار لحظة فيصل ابيك تجاوبني حاول تجاوبني الحين كل ست شهور ليش ما تنزل لكم عدد مجلة مطبوعة؟ اول شيء المجال طبعا تكلف يعني ما يصير نسوي يعني شلون 100 نسخه بس يعني لازم كميه حلوه يعني مو يعني على مستوى الكويت يبي لك مو اقل من 20,000 نسخه بس الاعضاء 300,000 لا انا قاعد اقول على مستوى الكويت 500,000 نسخه انا قاعد اقول على مستوى الكويت يبي له مو اقل من 20,000 نسخه كمبدئيا انه يشوفون لها انتشار بسرعه راح تطير المجله او لا بس انا قصدي المجله ما راح تكون بالكويت دام انت يعني مو قادر تغطي برا تقدر تنقل صوره الاعلام الكويتي برا بس يبي لها تكاليف تبغى طالب فيفا تكاليف تراخيص بعد فيفا عيل ليش سبونسر؟ فيفا سبونسر حق الموقع يعني هالمبلغ نسوي فيها فعاليات برا يعني ترى حتى حج ملعب حج سينما ترى احنا قاعد ندفع من جيبكم يعني من جيبكم من جيبنا ومن فلوس الربح كان طالع بس نيت المجله ما ادري بوجهه نظر انا ما بناقشك وايد بس نيت المجله هي نفسها البيع مالها هي راح تجر فلوس لان اتوقع انتم طريقتكم طريقه باباراتزي شويه فاحنا هني بالكويت عندنا نحب هالسوالف فاذا انباعت راح تجيب لكم فلوس هذه باباراتزي اكله صح؟
اكل انا انا احب الببروني بس ما احب الببراني. ما قاطعك طبعا، ما قاطعك الا بالخير. نبي نطلع فاصل، عقب ما رد مع الفاصل طبعا راح نسمع جوابك ان شاء الله. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.